مشكلة أم بعتتها لي، وأنا شايفة إن دي من أهم الموضوعات اللي مهم نتكلم فيها، وخصوصاً هي إحنا بنلاقيها مع أولادنا في كل المراحل. الأم بعتت بتقول لي إن ابني 8 سنين بيخاف تقريباً من كل حاجة، بيخاف يقعد لوحده، بيخاف من الضلمة، بيخاف من كل أنواع الحشرات، يعني لو شاف صرصار بيخرب الدنيا، وعايزني معاه في كل مكان حتى لو التويلت. أنا بشتغل وبسيبه مع أخته، فأنا لو مش أنا موجودة بيتحول لأخته أوتوماتيك. مش عارفة أعالج الموضوع الخوف ازاي. تعال نعرف ازاي نتعامل مع الخوف، وايه هي اصلا المخاوف وانواع المخاوف، ناخد فكرة كده كويسة تساعدنا في التعامل مع خوف الاطفال. الخوف بتاع الاطفال بيبقى نتيجة ايه؟ الخوف ده هو رد فعل طبيعي نتيجة احساس الطفل بالتهديد. انا حاسة متهدد من حاجة معينة، سواء الحاجة دي شخص او حيوان او زي ما قالت الام صرصار او اي حشرة او الضلمة او اي حاجة، وكأنه شيء مخيف جدا. هو بيكون فاهم ان الحاجه اللي بيخاف منها دي اقوى منه، بيشوف نفسه اضعف من الحشره، اضعف من الضلمه، اضعف من الخيالات اللي في دماغه، فعشان كده المخاوف بتاعته بتزيد. بيكون شايف ان هو ممكن يتاذي، يعني يتاذي من الحاجه دي حتى لو الحاجه دي في دماغه. خلي بالكم هتقولي طب هي ملهاش اساس على ارض الواقع، بس هو ده اللي في دماغه، ان هو خايف من حاجه ممكن تاذيه وشايف ان هو اضعف منها. اللي بيخفف احساس الخوف عند الطفل ان هو بيلاقي حد كبير جنبه، حد بيتفهم مخاوفه، حد بيقريب منه، ده بيخفف جدا احساس الخوف عنده. في دراسات بتقول ان معدل حدوث المخاوف عند الاطفال بيتوقف على مدى ثقه الطفل بنفسه، يعني لو الطفل واثق في نفسه قوي المخاوف بتاعته بتبقى قليله. في مخاوف خلي بالك بس اقل من الطفل اللي هو شايف نفسه ضعيف الشخصيه، او اللي هو حاسس ان مفيش حد هيسنده، اللي هو ما عندوش اهل بيدعموه، طول الوقت الاهل رافضين او رافضين اي كلمه بيقولها او بيجوا عليه او بيعاقبوه كتير، فهو اصلا اوريدي عارف ان هو ما عندوش حد يساعده، فالمخاوف بتاعته بتزيد اكتر. نسبه المخاوف ليها علاقه بمدى قوه العلاقه اللي بين الاهل وبين الطفل وبين قوه شخصيته هو. ايه هي انواع المخاوف؟ في مخاوف فطريه. المخاوف الفطريه دي بتولد بيها. علماء النفس بيقولوا ان في نوعين من المخاوف الطفل بتولد بيهم. الصوت العالي ان هو يقع، فتلاقي الطفل بيتنطر كده لو حس ان هو هيقع ولا حاجه. برده هتلاقي ان الصوت العالي بيزعج الرضع بشكل فظيع. في مخاوف بتظهر في سن معين مرتبطه برضو بالنمو بتاع الطفل، يعني معناه كده ان في مخاوف كتير هتظهر على مدار السنين بتاعه الولاد والبنات. ومخاوف بتحصل نتيجه الصدمات والالم، يعني الطفل بيبقى تمام فله كده ويحصل له صدمه يفضل خايب بسببها كتير. بالنسبه للاطفال الرضع بيخافوا السنه الاولى ان مامتهم تسيبهم وتمشي، وبيخافوا زي ما قلت من الصوت العالي، بيخافوا كمان من الناس الغريبه وخصوصا في الشهر السابع. حاسه ان ايه ده، لا انت غريب ابعد عني، مش كده ما ينفعش اروح ازق طفل في الشهر السابع كده اقول له لازم، لا ما مش لا سيبوه براحته الله يخليكوا، علشان بس الخوف ما يكبرش جواه ويحس بعدم امان. الخوف ده بيكون جزء مهم من عمليه النمو، يعني ده طبيعي ومهم كمان، لان ده بيخلي الطفل يعرف يميز بين الاشخاص القريبين والاشخاص البعيده. يعني لما ابنك يخاف ما تقولش بص الوقت هيطلع جبان اعمل ايه، بالراحه على الاطفال شويه بالراحه، لان انا لما افهم ان ده جزء طبيعي من نموه انا هحترم ده، علشان بس ما اخدوش في حته هو مش مستعد ليها. ممكن الاطفال في سن صغير تخاف لو شخص لابس نظاره، يعني عمره سنه كده ولا حاجه يخاف ان شخص لابس نظاره، او عنده شنب كبير فتلاقيه بيخاف. ممكن يخاف من المكنسه الكهربائيه فده طبيعي. ممكن يخاف من الحيوانات في النص الثاني من السنه الاولى، ممكن يخاف من الكلب، يخاف من اي حاجه بتتحرك فجاه، اي حاجه بتتحرك فجاه ممكن يترعب منها في النص الثاني من السنه الاولى. علشان نساعده يتغلب على مخاوف من الحيوانات ممكن نديله لعبه شبه الحياه اللي بيخاف منها. كان في اب قال لي ان انا متضايق جدا ان ابنه بيخاف من الكلب، فكان ياخده من ايده كده يحطها على الكلب. الولد كان بتسرع، ده غلط جدا، هو ما كانش عايز يشوف ابنه يقول لك لا انا ابني ما بقاش جبان، بس انت كده بتخليه جبان فعلا. فينفعش يا جماعه النقلات دي، يعني ده غلط جدا، لكن ينفع اجيب له حيوان يعني لعبه شبه الحاجه بيخاف منها. ممكن العب انا مع الحيوان ده اللي بيخاف منه قدامه عشان يطمن، يعني هو هيشوفك كده فيطمن ما فيش مش بيتاذي ولا حاجه. ممكن اخلي حد من الكبار يمسك الحيوان وهو ممكن يلمسه ويطبطب عليه من بعيد ويمشي عادي، مش لازم يبقى بيطبطب جامد، يعني كمحاوله بس ان احنا نكسر الخوف ده. لازم يكون عنده استعداد مش غصب عنه. لما الام بتحضن ابنها وتحتويه هو بتديله دفعه كبيره قوي ان هو يتعلم ان هو يواجه مخاوفه. حضن الام ده بيدي قوه، لما بحضن ابني كتير وبتعامل مع مخاوفه وبحترمها انا بديله قوه. لو هتسيبي ابنك مع حد تعرفي الحد ده
هو بيخاف من ايه، يعني لو هتوديه حضانه عرفيهم بيخاف من ايه، لو سيبيه مع تيتا عرفيه بيخاف من ايه، علشان بس ما يحطوش في مواجهه حاجه بيخاف منها ويترعب ويعرف ويحس انك انت طالما سبتيه مخاوفه بتزيد وان ماما مش معايا فيترعب اكتر. في فرق بين ان انا اشجع الطفل ان هو يواجه مخاوفه وان انا ادفع الطفل ان هو يواجه مخاوفه وهو مش مستعد. فخلينا نعمل ده بالتدريج زي ما وصفت كده، لكن ماخدوش على الحاجه من غير ما هو يبقى مستعد، ده غلط، بيزود المخاوف اكتر. السنه الثانيه والثالثه من حياه الطفل بيخاف من الحيوانات لانه بيعتقد ان الحيوانات دي عندها مشاعر وافكار، بيخاف جدا من انفصال عن مامته وسريره ومكانه والكرسي بتاع الحاجات بتاعته، بيرتبط بقى بالاشياء بتاعته فبيخاف ان هو يبعد عنهم، عايز كل حاجه تبقى زي ما هي، انا مش عايز حاجه تتغير، هو حد يغير مكان الكرسي اللي محطوط، فبيخاف جدا من الحاجات دي. مهم جدا في المرحله دي نبعد عن طريقتين، العقاب على الخوف، يعني ما ينفعش اعاقبه عشان هو خايف، الحمايه الزايده، لا ما تخافش يا حبيبي، لا انا يعني بلاش التهويل وبلاش ان انا اعاقبه، طب انت برضه تعاقب عشان انت مش عارف ايه، لا محدش يعاقب الطفل على الخوف ومشاعر الخوف، الطفل محتاج اباء اقوياء، اقوياء بمعنى مش قسوه لكن قوي بيعرف يحميه صح، متفهمين فيهم ود كده، عارفين انا متفهم وانا جنبك وكمان في نفس الوقت انت تقدر تعتمد عليا، الاحساس ده رهيب خصوصا لما بيجي من الاب، رهيب. في كمان الخوف بسبب الخبرات المؤلمه، انا فاكره ان بنتي وهي صغيره اتقفل عليها باب الحمام، اترعبت، اترعبت بمعنى الكلمه، وقعدنا نحاول نطمنها وقعدنا بره نكلمها بس قعد يجي سنتين ما تقفلش الباب، مش عايز تقفل الباب، يعني مرعوبه خايفه جدا وتعيط. وفي خبرات زي كده كتير، يعني في اطفال مثلا بتستحمى الميه السخنه فتحت عليها مثلا كانت صعبه جدا فاتلسع فيخاف من الاستحمى، او وقع في البانيو فيخاف يستحمى، دي خبرات بالنسبه للاطفال مؤلمه حتى لو انا شايفاها مش مؤلمه ككبيره بس بالنسبه له هو مؤلمه لازم احترمها. كمان التعرض للفقد، لما الطفل يفقد حد من اهله بيخاف يفقد التاني. خوف كمان من الاكل، باجبر الطفل ياكل اكل معين هو مش عايز ياكله، بيربي عنده مخاوف من الاكل ده، مش بيحب ياكله، ممكن يربي عنده خوف من الاكل اصلا. خوف الاطفال يعني قبل المدرسه اللي هو مثلا 5 سنين او حاجه زي كده، الخيال بتاعهم خاص جدا، بيتخيلوا ان في كائنات خارقه، يعني كانت بنتي تقول لي في المخيف، هي مسميه المخيف، بيخافوا من حاجات مش حقيقيه، هما بيبتدعوا اخطار كده نتيجه ما يشوفوا فيديو ويشوفوا حد بيحكي لهم حاجه، هما بيبدعوا مع نفسهم، ده بيخلي عندهم مخاوف عاليه. بيخافوا من الضلمه والناس الغريبه والدكاتره والمستشفيات، بيخافوا من السخريه ان حد يضحك عليهم، بيخافوا من الضلمه بسبب المجهول هشوف ايه في المستقبل او ايه اللي هيحصل لي، بيخافوا من الوحده، بيخافوا ان هم يتجرحوا، دي كلها مخاوف طبيعيه خلي بالكم. ازاي الام تساعد الطفل ان هو يتغلب على المخاوف؟ اول حاجه نحترم مشاعر الطفل، ملوش يا خواف يا جبان يا اللي بتخاف تعالى هنا، نتوقف يا جماعه ده مش هزار، ملوش اي علاقه بالهزار ولا ليه علاقه بانك انت بتحاولي تخليه احسن. نسال الطفل ايه اللي ممكن يطمنك، خليه يفكر، يعني هو الطفل يحدد مخاوفه ويحدد ايه اللي ممكن يطمنه. ممكن احكي له قصه، على فكره لو انا مش عارفه اطلع المخاوف احكي له قصه، اقول له مثلا والعصفوره دي كانت قاعده خايفه، تفتكري كانت خايفه من ايه؟ هو هيقول على مخاوفه، هو تعمل ايه علشان تطمن؟ اديني حضني يا ماما انا خايف، او مثلا تقعد تصلي تقول يا رب انا حاسس بالخوف ساعدني، ممكن تعمل حاجات تساعدها تبقى اهدى شويه، تفكر في حاجه تاني تطمنها. فانت كده بتعلميه اهو عن طريق القصه، مش محتاجه تقعدي تديله درس في الاخلاق وخصوصا هو 3 و4 سنين و5 سنين. شجعيه بالتدريج، يعني اللي احنا قلنا عليه نشجعه بالتدريج ان هو يتعامل مع الحاجه اللي بيخاف منها، مش هينفع ننقل الطفل من الخوف الشديد للطمانينه الشديده، ده في خيالنا احنا بس، لازم الحاجات دي تحصل بالتدريج. ندي له احساس بالامان، انا جنبك، انا بحبك، انا سند ليك، انا مش هسيبك، انا مش ممكن اتخلى عنك ابدا، ده بيدي له احساس بالامان فيحس انه قوي يقدر يواجه الحاجات اللي بيخاف منها. ما اخوفش الطفل وهدده، يعني ما بقاش انا بعاني من الخوف اقول له انا هوريك، انا هحبسك، انا هطلع عينك، انا هخلي المدرسه تضربك، طب انا كده بزود الخوف عنده، انا مش محتاجه اربي طفلي على الخوف. بلاش التربيه اللي بتقوم على المخاوف يا جماعه، انا خاف اخوف الطفل لحد ما يبقى الخوف جزء اساسي من حياته وخايف من كل حاجه، وفي الاخر ارجع اقول ايه ده انا ابني بيخاف من كل حاجه، ما هو انا اللي ربيته على الخوف. ممكن نساعدهم يرسموا الحاجات اللي بيخاف منها، من انت خايف من ايه؟ انا عملت برده كده مع بنتي، هل ارسمي لي المخيف اللي انت خايفه منه، ملامحه ايه ده؟ فحتت رسمت لي حاجات كده غريبه بس هي ارتاحت، طلعت اللي جواها ان هي رسمت، بعدها هي بقت احسن شويه. شجعهم يعبروا عن مشاعرهم بالكلام، انا بخاف من كذا وعايز اطمن بكذا، كل ما الطفل يعبر عن مشاعره ده هو بيهدى اكتر، طبيعه المخ كده على فكره، لما الانسان يعبر عن اللي جواه بيحصل هدوء اوتوماتيك كده يعني طبيعي. في كمان خوف بيحصل من عمر 6 سنين لحد 11 سنه، في السن ده الاطفال بتخاف من الكلاب، من الصوت العالي، من الدكاتره برضو، غالبا
ناس كتير بتخاف من الدكاتره، بيكون معظم المخاوف كمان من المدرسه، بيخاف صحابي يتريقوا عليا، خايفه اعمل شعري كده صاحبتي تتريق عليا، خايفه البس التيشيرت ده لحسن صاحبتي تقول لي مش عارف ايه. هتلاقي الاطفال معظمهم بيروحوا المدرسه شايلين هم اصحابهم هيقولوا عليهم ايه، بيخافوا يفشلوا في الدراسه. فبرضه احنا هنعمل معاهم نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها في طريقه التعامل مع المخاوف. الخوف بقى من الموت جت كمان عند الاطفال اكتر في الفتره اللي فاتت بسبب كورونا. في اطفال كتير بتخاف من الموت بسبب موت الكبار او الصغيرين، واحنا بنحكي قصص قدامهم عن الموت، الحقوا ده فلان مات، الحقوا ده كورونا، يعني الناس تعبت واولادها تعبوا معاهم، خصوصا لو الشخص ده قريب. يعني في اطفال يعني اللي مثلا فقدت جدها او خالها او عمها او حد قريب باباها مامتها بيعيشوا في خوف صراحه، يعني الله يكون في عونه، خوف صعب. مهم نساعد الطفل يطمن ونفهمه ان مش معنى ان شخص مات ان الكل هيموت. يعني مهم ان اقول للطفل كده، مش معنى ان في شخص انتقل ان كل الناس هتنتقل. نعلمه ازاي يعيش الوقت اللي هو فيه بس، يعني انت عايش اهو دلوقتي وانا عايشه معاك اهو دلوقتي، احنا كلنا مع بعض، اطمن انا جنبك انا عايشه اهو. لانه بيخاف ان هو مامته او باباه او حد تاني غالي عليه يروح، اطمنه ان انا لسه موجوده واحنا نعيش اللحظه اللي احنا عايشينها دلوقتي. اخر حاجه اقولها نصايح اخيره للتعامل مع كل انواع الخوف. ممنوع نخوف الطفل، ان كده بتثبت الخوف جواه، مفيش حاجه اسمها هموتك هلسعك هحبسك الكلام ده كله. ادي فرصه لابنك يعبر عن مشاعره من غير ما تسخر منه تتريق عليه. مهم تشرك الطفل في ان هو يختار الطريقه اللي يحس معاها بالطمانينه ان هو يطمن اكتر. خلي الطفل يتعامل مع مخاوفه بالتدريج، ما تستعجلش الطفل خالص، بالراحه كده. كمان ندي له مسؤوليه، فده يشجعه ويشوف نفسه بشكل ايجابي، انا واثق في نفسي انا اقدر اعمل حاجات. يعني من ناحيه ثانيه بيخليه اهدى في التعامل مع خوفه لانه حاسس ان هو قوي، حاسس ان هو يقدر. الاحساس بالعجز بيزود الخوف. بلاش نحمي اولادنا حمايه زايده ونرجع نحل لهم كل شكلهم بسرعه ونفهمه ان هو ضعيف وانت يعني مش قادر على الحياه. ادوا ولادكم فرصه يحسوا ان هم قد الحياه. حكي له قصص عن اشخاص كانوا خايفين من حاجات، او انت كمان او انت كنت خايف من حاجه وعرفت تتغلب عليها، انت كمان بتخاف، ايه ده بابا بيخاف ماما بتخاف او خافت قبل كده، فهو هيطمن ان في حد زيه، نكون قدوه ليه في ان احنا ازاي نتعامل مع المخاوف. شجعيه على خطوات بسيطه، ما تجبروش يواجه مخاوفه كلها مره واحده، وساعدوه يشوف نفسه بشكل ايجابي، انت فيك الصفات 1 2 3، دي مهمه علشان يكون ثقه بنفسه اعلى. مهم ان انا اكد ان انا بحبك وانت في عينيا كبير وانت في عينيا زي ما انت، علشان ما يحسش ان الخوف ده بيقلل من رصيده عندكم او بيقلل من صورته او قيمته في عينيكم. خليه يشوف نفسه بشكل ايجابي، حتى لو انا خايف انا برضو مامتي وبابايا بيحبوني وشايفيني مهم وشايفيني كبير وشايفيني اهل للثقه.